Recording in progress. دلوقتي احنا ابتدينا ريكوردينج والنهاردة احنا جايين نتكلم على topic جديدة اللي هي line of balance. طيب احنا so far اتكلمنا على ايه؟ احنا اتكلمنا في الاول خالص على scheduling واتكلمنا على resources باختلاف بقى خليني اقول ال different resource management techniques اللي اتكلمنا عليها. والنهاردة وبعديها سوري اتكلمنا على PERT اللي هي طريقة من طرق scheduling لما يبقى فيه some sort of uncertainty. والنهاردة جايين نتكلم على scheduling of repetitive projects أو what we call line of balance. طيب يعني إيه الأول scheduling of repetitive projects؟ عايزين الأول نتكلم على إيه هم ال repetitive projects أساساً وإزاي نقدر نعمل يعني إزاي نعرف إطار أو إيه types of projects that are a repetitive project. فده basically هنتكلم عليه في الأول وبعد كده هنتكلم على إيه يعني إيه linear projects وال kind of scheduling المفروض يتعمل لل repetitive projects. وفاينلي هنتكلم بقى على طريقة من الطرق بتاعة ال scheduling the repetitive projects اللي هي LOB. هنتكلم عن التكنيك وهناخد ايه ال procedure بتاعها ونعمل اي case study accordingly. طيب as a quick intro دلوقتي ال linear projects يعني ايه linear projects الأول؟ linear projects هي ال projects اللي فيها repetition. يعني ايه فيها repetition؟ يعني فيها activities عاملة بتتعيد. زي مثلا لو أنا عايزة أبني وليكن high-rise building. building عبارة عن 50 دور مثلاً. فأنا لو هبني building عبارة عن 50 دور هيبقى عندي كام دور مكرر؟ هيبقى عندي say مثلاً ground floor في ميزانين وبعد كده عندي عدد من الأدوار المكررة أو اللي بتسميها typical floors. فبالتالي الamount of work اللي بعملها في كل floor هيها similar. فأنا بصب خرسانة السقف نفس الكوانتيتي بتاعت الكونكريتنج اللي بصبها في السقف الأول زي التاني زي التالت مثلا. طبعا بيبقى فيه some sort of differences ولو بسيطة زي مثلا لو احنا بنقص العمدان and so on. بس في الآخر خليني أقول الactivities themselves are repeated. بيبقى فيه differences بسيطة. فاحنا for simplicity دلوقتي let's imagine إن ما فيش differences. Let's for the sake of بس الargument خلينا imagine إن ما فيش أي differences ولو فيه هنتكلم هو بيتعمل إزاي accordingly. بس خلينا نقول إن في الآخر set of activities بعملها في الدور التاني زي التالت زي الخامس زي العشرين نفس set of activities. فبالتالي أنا عندي إيه؟ أنا عندي uniform units of work. فبالتالي ده معناه إيه؟ معناه إن فيه repetition وبالتالي هيبقى فيه الاكتيفيتيز وليكن بعمل 10 اكتيفيتيز في الدور الاول هعمل 10 في الدور الثاني 10 في الدور الثالث فعامله عدد الاكتيفيتيز بتزيد in multiples of 10 in this case. نفس الكلام ممكن البروجكتس تبقى لينير مش فيرتيكلي بقى تبقى لينير هوريزونتال. يعني ايه لينير هوريزونتال؟ يعني البروجكت نفسه جيومتريكلي لينير. زي مثلا اكزامبل بسيط قوي زي الهاي واي انا عايزه اعمل طريق. فبالتالي if I want to construct a roadway or a highway أنا بعمل إيه؟ I construct أول segment اللي هو say مثلا أول كيلو وبعد كده الأكتيفز عملتها في أول كيلو هي اللي عملها في تاني كيلو هي اللي عملها في تالت كيلو and so on. فأنا عملت إيه؟ أنا عندي linear structure اللي هو الهايواي وقسمته into segments والأكتيفز بتتعمل في each segment are basically خليني أقول simply أو يعني خليني أقول let's assume إن هم identical. فبالتالي لو ما كانش مثلا في الرود segment ده في أي تفريعة مختلفة لو الرود ده is يعني خليني أقول طريق صحراوي مثلا فبالتالي ما فيش تفريعات major فيه فخليني أقول for simplicity إن هو طريق ثابت واحد فالسegment الأولين نفسه بالضبط التاني نفسه بالضبط التالت نفسه بالضبط الرابع فبالتالي it's constant. فin this case تاني في repetition بيحصل بس repetition بيحصل في ايه؟ في segments. The segments are getting ايه؟ repeated over and over. فأنا ممكن أشوف how to construct the first segment و accordingly how I can construct by the subsequent segments بالتالي. نفس الكلام ممكن يتعمل في pipeline projects أو basically any utility أو infrastructure projects that tend to be linearly, geometrically linear.
فده معنى الـ repetitive projects أو linear projects that have a repetitive nature. طيب إحنا قلنا كتير قوي وإحنا بندسكرايب إيه هما linear projects، قلنا comment مهم جدا اللي هو إن إحنا ساعات بيبقى عندنا non-typical units. يعني إيه؟ يعني ممكن لو في high-rise building يبقى عندي ميزانين في النص مثلا، ممكن لو أنا بعمل highway يبقى في segment معينة عندي interchange segment ده مثلا. فمش معنى إن هو a repetitive project إن كل الactivities أو كل الwork elements constant طول الوقت، ممكن يبقى فيها حاجات non-linear، وساعتها الحاجات non-linear دي بعمل لها إيه؟ بعتبرها زي الباقي، بعتبرها زي typical units أو typical segments، وأبتدي بعد ما أعمل الأول الscheduling بتاع كل segments أبتدي إيه؟ أعمل alteration للsegment بالذات non-typical ده. طيب projects assumed to be comprised of n typical units. أنا عايزة أشوف والله أنا البيلدينج بتاعي ده 20 دور، فأنا عندي كم typical floor؟ عندي 18 typical floors مثلا، فكده يبقى عندي n typical units. units بالنسبة لنا floors. نفس الكلام لو بكلم على pipeline project، أنا عندي pipeline طوله whatever 50 كيلو، فيبقى أنا عندي 50 unit. فunit هي ايه؟ typical item. وفاينلي it's very complex بقى to schedule a linear projects. ليه؟ لأن linear projects though إن عدد الactivities إنه بتحصل في اليونت الواحد عددها قليل، بس نتيجة إن اليونت عاملة بتتعاد over and over and over، فبالتالي عدد الactivities إن في المشروع ده هتلاقوه دايما كبير قوي. يعني إيه؟ يعني تاني لو أنا عندي building 20 دور، لو بعمل بس 10 activities في الدور، وطبعا ده أكيد مش realistic، أكيد الرقم أكبر بكتير، بس خلينا نقول for simplicity، لو بعمل 10 activities في building في الدور الواحد، وأنا عندي 20 دور، فأنا عندي عدد الactivities بيزيد قوي، يبقى 10 times the number of floors اللي هو 20 in this case. فبالتالي كل ما كانت عدد الactivities كبير، وكل ما كان عدد الـ typicality كبير، كل ما عدد الـ activities هتبقى أكبر. ومش بس كده، ده كمان هتبقى العلاقات بين الـ activities وبعض هتبقى more complex، لأن العلاقات بين الـ activities وبعض ما بقتش defined by الـ activity، كل activity dependent on الـ preceding activities بتاعتها إزاي وعلاقتهم physically إيه. لا بقى كمان في علاقات resource related، زي مثلا إيه؟ زي مثلا ان انا اول ما سي مثلا بعمل pipeline project for example، اول ما خلص excavation للfirst segment، الexcavation team ممكن يتنقل لتاني segment، فبالتالي excavation team لازم يخلص segment 1 او unit 1 عشان يقدر يروح لunit 2. فaccordingly dependency ما عادش physical dependency بس، كمان في dependency due to the sharing of the resources. So therefore, again, this adds to the complexity of the schedule. فبالتالي linear projects عامة بيبقى عدد activities فيها كبير جدا جدا جدا، فبالتالي بتبقى أصعب to manage، وكمان بتبقى more complex. فaccordingly, there is a need إن إحنا بتيجي نشوف نعمل scheduling ل this kind of projects إزاي بطريقة خليني أقول بسيطة. وهو ده basically اللي إحنا جايين نتكلم عليه النهاردة. So far احنا اتكلمنا على ازاي نعمل scheduling. عملنا scheduling باستخدام CPM. حد فكر CPM اختصار ايه؟ اللي فكر يرفع ايده. اللي فكر يرفع ايده. اوكي ممكن احمد خالد تفضل. ممكن تفتح المايك؟ تمام. هي تقريبا construction project management. ربنا يسامحك يا احمد. وحش كده. احنا عملنا scheduling باستخدام CPM. ايه هو CPM؟ اقفل المايك يا احمد، اقفل المايك. طيب نشوف مثلا مريم، تفضلي يا مريم. A critical path method. Exactly, it's a critical path method. طب حد فاكر يعني EPDM؟ اللي فاكر يعني EPDM يرفع ايده.
متخيل انت لسه رافع ايدك. اتفضل يا احمد. عماد حامد اتفضل. Precedence diagram method. Exactly. Precedence diagram method. شكرا. PDM اللي هي basically ان احنا استخدمها critical path method على precedence diagram. Exactly. طيب anyway فاحنا عملنا scheduling باستخدام basic critical path method accordingly واحنا بنعمل خليني أقول scheduling باستخدام CPM إحنا كنا عاملين a very huge assumption وكلمنا عليه قبل كده. وإيه الميجر assumption اللي إحنا عملناه في CPM؟ إحنا كنا بنعمل scheduling based on إيه؟ أوكي بيتر تفضل. كنا بنأسيوم إن إحنا resource available. Exactly. كنا بنأسيوم إن عندي resources are always available whenever needed. يعني إيه؟ يعني أنا عندي abundance of the resources. عندي وفرة من the resources فأنا مش محتاجة خالص إن أنا إيه أشوف عندي resources قد إيه وhow to manage them. لا أنا بعتبر إن resources available وبالتالي أنا كنت بس بشوف the durations بتاعت the activities والعلاقات ما بينها وaccordingly بشوف كل activity هتبتدي وتنتهي إمتى. وبالتالي كان في احتياج بعديها اكتشفنا إن ده كان عامل لنا مشكلة في إيه؟ فبالتالي قلنا هنعمل resource driven scheduling. ده كان عامل لنا مشكلة في إيه؟ فتوجهنا ليه resource driven scheduling. مين يقول لي؟ أوكي محمد ياسر تفضل. كان عامل resource scarcity وكان في ساعات over allocation مثلا في day معين للresources. نضطر نعمل smoothing للكير بتاعنا بالresource driven scheduling. طيب هو مبدئياً over allocation ده معناه ايه؟ ان احنا we allocated resources اكتر من المتاحة. فبالتالي انت عايز تقول ان احنا عندنا مشكلة في resource availability ان انا محتاجة resources اكتر من ال available limit. صح كده؟ فبالتالي بنعمل resource driven scheduling. لكن smoothing ما كناش بنعمل فيه scheduling. smoothing هو إن إحنا بناخد الـ original schedule بتاع CPM وبحرك activities within their flow to بس. لكن تاني الـ resource driven scheduling يعني إيه؟ يعني أنا هتعمل schedule جديد اللي فيه مش هراعي بس الـ durations بتاعت الـ activities و relations between the activities. لأ أنا كمان هراعي الحركة الـ resources among the activities. فبالتالي ده ما بيحصلش غير لغاية دلوقتي what's covered so far. ده ما كانش بيحصل غير في المشكلة بتاعت الـ resource availability أو الـ over allocation problem اللي كانت عندنا. فderefore ابتدينا نتنقل لـ step number 2 ونقول there are problems with the CPM. فبالتالي احتاجنا إن احنا نعمل scheduling that takes into account the resources. فابتدينا نشوف والله الـ project deadline إمتى؟ عايز أخلص المشروع بتاعي إمتى؟ وإيه الـ availability limits بتاعت الـ resources بتاعتي؟ وaccordingly we tried our best إن إحنا نخلص المشروع في أقل delay time. فبالتالي شفنا methods كتير ومن ضمنها الـ ELS method واستخدمناها عشان نعمل resource driven scheduling. النهاردة برضو جايين نتكلم by the way على إن إحنا إزاي بقى نعمل resource driven scheduling بس للlinear projects. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في linear projects مش بس مهم الـ activity duration والعلاقات ما بينها زي في CPM. لا برضو مهم حركة resources among the different units. أنا عايزة أعمل أول segment في pipeline و some activities اللي بتحصل في أول segment أول ما تخلص فالresources بتاعتها it got released فالresources بتاعتها تقدر تبتدي تشتغل في segment اللي بعدها. فaccordingly still we want to do scheduling that's driven by the resource availability عشان resources تبتدي تتنقل among the different units. فتاني احنا في الـ repetitive projects بنستخدم a sort of resource driven scheduling. والمهم في ايه بقى الـ keyword is ايه وهتلاقوني بقول الجملة دي كتير النهاردة ان احنا عايزين يبقى فيه what we call crew work continuity. يعني ايه crew work continuity؟ احنا مش عايزين العمالة دي انها تقف at any point.
احنا عايزينها انها تبتدي في اول سيجمنت تخلص تبتدي في تاني سيجمنت تخلص تبتدي في تالت سيجمنت تخلص تبتدي في رابع. ليه؟ عشان لما بيبقى عندي اي ريبيتيتيف تاسك ايه اللي بيحصل؟ people tend to learn. يعني ايه tend to learn؟ يعني تخيلوا كده، انا لو قلت لكم تروحوا تشتروا سيت من الكراسي مثلا من ايكيا، لو حد فيكم راح يجرب يشتري قبل كده من ايكيا اي حاجه فرنتشر يعني، فهيلاقي دايما بيتباع ازاي الايتيمز، بتباع الكراسي بيزيكلي مفكوكه، يعني هتشتري مثلا الكرسي لو كان كرسي بسيط يعني هيبقى عباره عن وات ايفر ايه هي القعده، والرودز او القوايم بتاعه الكرسي او الظهر والظهر بتاع الكرسي والمسامير اللي بتكونكت الكراسي ومش عارفه في انجل فين اند سو اون. فبالتالي هتشتري خليني اقول الكرسي مفكوك، وهيبقى فيه الكرسي الكومبوننتس بتاعته كلها along with المسامير والانجلز والكونكشنز بتاعت الكرسي ده، وهيبقى فيه زي بورشور بيقول لك هتعمل ازاي الكرسي بتاعك ده، هتجمعه ازاي. واول حاجه بنعملها هي ان احنا لما بنفتح البوكس عايزين نعمل اول كرسي، وليكن ده اول يونت عندنا، فانا هبتدي اشوف ايه اول مره، اكيد هبص على البروشور ده كويس، هبتدي اشوف ايه الديفرنت كومبوننتس اللي عندي في البوكس، هبتدي اطلع كومبوننتس وممكن اعمل لهم كاتيجورايزيشن، اقول اوكي انا حطيت المسامير اللي قد بعض لوحدها والمسامير الكبيره لوحدها والانجلز لوحدها والرودز لوحدها ومش عارفه ايه لوحده، فعملت كاتيجورايزيشن فور ذا ديفرنت ايتيمز، وبعد ما فهمتهم عملتهم كاتيجورايزيشن ابتديت ابص على البروسيدير وابتديت اجمعهم. اوكي هجيب الاربع رودز دولت عشان دولت خليني اقول الكولمز او الرجلين بتاعه الكرسي، وبعد كده هجيب هركب عليهم قاعده الكرسي وازاي عايزه ايه الانجل وايه الكونكشن وابتدي اركبها اند سو اون. فانا عماله بعمل ايه؟ انا عماله الاول بفهم الكومبوننتس دايما اول مره، وبعد ما فهمت الكومبوننتس ببتدي اشوف البروسيدير، بتعرف على البروسيدير وبنفذه ستيب طبعا. فدايما دايما هتلاقوا اول كرسي بياخد منكم اكتر وقت. ليه؟ لان انتوا بتتعرفوا على الاكتيفيتي اللي اسمها ان انتوا يو ار اسامبلينج ذا فيرست شير، فبالتالي دايما هياخد وقت قليل. لكن تاني كرسي لما تيجوا تفتحوا البوكس بتاع تاني كرسي هتبقوا فاميليير شويه مع الكومبوننتس، فبالتالي ممكن ما تبقوش بتبصوا على الديفرنت كاتيجوريز بتاعه الكومبوننتس، تقسمهم على طول ستريت اواي من غير ما ابص على البروشور. ممكن ابقى افتكرت السيكونس او البروسيدير فعملت تو ستيبس ورا بعض من غير ما ابص في البروشور، ثالث كرسي هبقى اسرع واسرع، رابع كرسي هبقى اسرع واسرع. فايه اللي بيحصل؟ بيزيكلي اللي بيحصل ان احنا وي تند تو ليرن. يعني ايه وي تند تو ليرن؟ احنا بنبتدي نتعلم دايما، بنبتدي كل مره بعيد فيها اي تاسك وات ايفر التاسك ديت از ببتدي اتعلم، فبالتالي تاني مرة تاخد وقت أقل من أول مرة، وتالت مرة أخد وقت أقل، ورابع مرة أقل وأقل. فبالتالي المهم دايما في أي project في repetition إن أنا أدي chance إن أنا أخد أهم ميزة في المشروع ده اللي هو في repetition في المشروع ده، أنا عايز أستفيد من الميزة دي، لأن due to the fact that this kind of project has a lot of repetition، فبالتالي أنا المفروض إن أنا أخلي كرو بتاعي يفضل يشتغل ورا بعضه. ليه؟ عشان في الآخر ده هيؤدي لي إن هما they will tend to learn، فبالتالي إيه اللي هيحصل؟ فبالتالي البروجكت is more likely إن هو يخلص في وقت أقل. فعشان كده إحنا في linear projects بنبقى مهتمين دايماً بحركة الريسورسز، أو بمعنى أصح بقى حركة الكرو، وإن أنا عايزة الكرو يتنقل من يونت يروح ليونت تانية straight away، ما يقعدش مستني في النص. فعشان كده أهم keyword is إن إحنا عايزين crew work continuity، مش عايزين crew يقف at any point in time. حد عنده مشكلة؟ اللي عنده أي سؤال يرفع إيده دلوقتي. طيب حلو جدا، لو ما عندكوش اي سؤال خلاص، هي دي الباك جراوند المهمه قوي بالنسبه لي ان انتوا تبقوا فاهمين. ليتس جيت ستارتد، وتعالوا نفهم الكلام ده بقى بصوره اسرع شويه، ونفهم وات تو اكسبكت من اللاين اوف بالانس. طيب احنا عندنا وليكن سي مثلا الاول، لا سوري، اول سي بي ام اللي هو تحت اللي هو جراي ده، ده سي بي ام وليكن بتاع سيجمنت نمبر 1 بتاع البايبلاين بروجكت بتاعنا.
ونفس الكلام ده الأحمر ده segment number 2 والأزرق ده segment number 3. فاللي بيحصل أنا عاملة كل segments ممكن تبتدي start to start، ولكن أنا المشكلة إن أنا أول ما خلص وليكن أول activity أول segment المفروض إن أنا أقدر أبتدي أول activity تاني segment، أول ما تخلص أقدر أبتدي أول activity تالت segment. ونفس الكلام for each and every activity. فأكلم دلوقتي إيه؟ أكلم دلوقتي أنا بقى عندي one network اللي هي this is our network الأول it's getting repeated n times اللي هو عدد ال إيه ال units اللي عندي دي أول حاجة. فبالتالي شكل النتورك هيكبر قوي أو عدد الأكتيفتيز اللي في النتورك هيبقى كبير جدا. تاني حاجة إن أنا بقى عندي a lot of relations، بقى عندي relations اللي within النتورك وبقى عندي relations across النتورك. يعني زي ما قلنا أنا أول ما خلص أول أكتيفتي في السجمنت ده هروح أعمل أول واحدة في السجمنت ده، بعد كده أول ما خلص هروح أعمل أول واحدة في السجمنت ده. ونفس الكلام لو ديت الكو ده هو اللي اشتغل هنا يبقى في relations between the different activities. فمن الآخر بقى عندي relationships كثيرة جدا 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 between the different activities اللي موجودة عندي في البروجكت. وaccordingly البروجكت بقى أصعب كتير to schedule and to manage. فبالتالي إحنا محتاجين إن إحنا نبتدي ندور على طريقة خلينا أقول أبسط إن إحنا نقدر نعمل scheduling للمدير projects عشان in order to meet the deadline بتاع البروجكت بتاع. Let's move on. طيب ده شكل scheduling اللي إحنا بنعمله بقى في LOB. أنا هوريكم دلوقتي glimpse سريع، هوريه لكم بسرعة كده وهنرجع تاني نتكلم عليه، بس أنا عايزكم بس تشوفوا تبقوا familiar مع شكله إيه الـ LOB بتاع أو الـ scheduling بتاع linear projects. أول حاجة الـ main focus بيبقى إيه؟ بيبقى الـ activity وحركة الـ crew في الـ activity. يعني this is activity A و this is activity B و C و D. كل activity مرسومة على شكل parallelogram، فديت activity A كلها، ونفس الكلام كل كولم من الكولمز ديت او parallelogram ده عباره عن an activity. طيب دي اول حاجه. ثاني حاجه لكل activity انا عندي عدد من اليونتس. اوبس سوري. فunit number 1 اهي فactivity A بتشتغل من يوم كام؟ من يوم 0 ليوم 3. فانا هبتدي activity A من 0 ل 3، وبعد كده unit number 1 بيبتدي activity B من 9 ل 11. فده unit number 1. Unit number 1 بيبتدي activity C من 12 ل 14، فده unit number 1. وهنا نفس الكلام activity D من 15 ويخلص في 18. يبقى واضح ان احنا horizontally ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن units. فالy axis عبارة عن units. فانا لو دخلت دلوقتي من number 5 وعملت horizontal line هقدر اعرف كل activity for this unit اللي هي unit number 5 هتبتدي وتنتهي امتى. حد عنده مشكلة؟ تمام. لو ما عندناش مشكلة. ومش بس كده. ده horizontally. طيب كمان الactivity نفسها. Activity A واضح إنها بتبتدي at time 0 بأول unit وبتخلص إمتى؟ بتخلص at time وليكن 13 لكل اليونتس. فأنا قادرة أشوف الكرو اللي بيشتغل في Activity A ده هيجي إمتى وهيمشي إمتى. فأنا قادرة أشوف الأكتيفتي على كل اليونتس تشتغل من what day ل what day. فقادرة تاني أشوف for each activity بتاخد total time قد إيه. مش بس كده، within بقى الأكتيفتي نفسها لو تلاحظوا إن أنا عندي وليكن عندي crew 1 بيشتغل في activity number A في unit 1. أول ما يخلص هيتنقل لإيه؟ unit 4. أول ما يخلص unit 4 هيتنقل لunit A لunit 7. أول ما يخلص هيتنقل لunit A لunit 10. فأكني كمان شايفة حركة الكرو في الأكتيفتي. وزي ما أنتوا شايفين آدي خليني أعمل بلون تاني. آدي كرو 2. خلص unit 2 هيتنقل لunit 5. خلص unit 5 هيتنقل لunit 8. خلص unit 8 هيتنقل لunit 15. فأنا شايفة الكرو كل كرو بيتنقل إزاي between the different units في Activity A. فأنا قادرة أشوف واضح إن في Activity A أنا عندي كام كرو؟
انا عندي 3 كروز في اكتيفيتي A enough ان انا اخلص اكتيفيتي A كلها. ليه؟ لان كرو 1 بيشتغل و 2 و 3 وانا اول ما بخلص بيستفت ليونت 4 وبعد كده 2 لما يخلص هيروح يونت 5 و 3 لما يخلص يروح يونت 6 وان سو اون. فقاعدين دي اي ار جيتنج ريبيتد اوفر اند اوفر اند. نفس الكلام حاصل لباقي الاكتيفيتيز. لاكتيفيتي B محتاجه 4 كروز، اكتيفيتي C محتاجه 3 واكتيفيتي D محتاجه 3. حد عنده مشكله so far؟ لو بتلخبطين سنة احنا هنرجع تاني ونشوف هنرسمه ازاي، بس انا مهم بالنسبة لي ان تبقوا فاميليير مع الاوتبوت شكله هيطلع ازاي. طيب تاني احنا قلنا احنا كل اللي كنا بنعمله so far هو duration driven scheduling اللي فيه كنا بنراعي الاكتيفيتيز والديوريشنز بتاعتها والعلاقات ما بينهم، وكنا بنassume ان كل resources are available whenever needed. yet في resource driven scheduling احنا now we are focusing on the resources وحركة resources among the different activities. One of the techniques is ال LOB و what we call the summary diagrams اللي هنبص عليها بصة سريعة دلوقتي. طيب ايه summary diagrams؟ Summary diagrams is basically زي CPM بس the repetitive projects اللي فيها بنعمل start to start و finish relations. من غير ما اكلمكم كده في background تعالوا نروح نشوف شكله ايه السامري دايجرام ونرجع تاني نبص على البارت ده هتفهموا اكتر كده. ده شكل السامري دايجرام، انا هفوت البارت ده وهرجع له حالا. طيب تعالوا نتخيل ان احنا عندنا سي بي ام عباره عن بس 3 اكتيفيتيز، فانا عندي اكتيفيتي A و B و C والديوريشنز بتاعتهم 3 و2 و2. فبالتالي انا لو عندي اكتيفيتي A الديوريشن بتاعتها 3 بعديها B 2 وبعديها C 2 ودي العلاقات ما بينهم. They are sequential. يعني sequential يعني ورا بعض. فبيزيكلي ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن CPM لـ 1 unit. طب أنا عندي كم unit؟ عندي 4 units. فبالتالي CPM دي is repeated 4 times. اللي هو CPM اللي أنتوا شايفينه ده. فأنا عندي أدي unit number 1 وأدي unit number 2 و 3 و 4 and so on. طيب أنا عندي اليونتس في علاقات ما بين الأكتيفيتيز within the unit، بس مش بس كده، أنا أول ما أخلص أكتيفيتي A هقدر أبتدي في أكتيفيتي A بس في يونت 2، أول ما أخلص يونت 2 هقدر أبتدي في يونت 3، أول ما أخلص يونت 3 هقدر أبتدي في يونت A 4، فبالتالي بقى في علاقات between the same activity في different units كمان. فتاني زي ما اتفقنا إيه العلاقات are getting more and more complex، بمعنى إن بقى في علاقات أكتر. فaccordingly دي شكل relations between the different units و different activities across the different units. فaccordingly أنا لو عايزة أعمل CPM calculations now I know all the dependencies، فبالتالي هعمل A finish to start relationships كلها وبالتالي عرفت أن total project duration is 16 days. الفكرة إن ده بس لثلاثة activities والأربعة units. What if عدد activities زاد وعدد ال units زاد؟ ساعتها CPM بتبقى very complex، فبالتالي احنا عايزين نستعيد عن ال CPM الكبيرة ب what we call a summary diagram. ايه summary diagram ده؟ summary diagram هو basically كل units مع بعض. فتاني انا عندي كم activity؟ عندي activity A و B و C. activity A بتاخد كم يوم؟ بتاخد 3 أيام. فactivity A بتاخد 3 أيام، activity A 4 the very first unit بتبتدي امتى؟ اكيد هتبتدي at time 0، فهتبتدي at time 0. activity بتاخد 3 ايام وعندي 4 different units، فبالتالي هخلص امتى؟ خلص at time 12. فكده عرفت ال early start وال early finish بتاعت activity A. طيب تعالوا نشوف، والله activity B ابتدت امتى؟ هتبتدي at time 3. اللي هو عبارة عن ايه time 3 ده اللي ابتدت فيه activity B لأول unit؟ عبارة عن basically بشوف أول activity بتبتدي إمتى، بتبتدي at time 0 وduration بتاعتها 3. فaccordingly أنا هعمل أكن الrelationship between activity A لكل units وactivity B لكل units عبارة عن إيه؟ عبارة عن start to start. هي علاقة start to start بلاج قد إيه؟ بلاج duration بتاعت activity A. يبقى تاني هنا lag عبارة عن duration بتاع activity A.
فاكوردنجلي انا عرفت كده ان اكتيفيتي بي كان ستارت ات تايم 3 اللي هو عباره عن ايه، اللي هو عباره عن 0 بلس الديوريشن بتاعت ايه، هو الفينش تايم بتاعت سوري الستارت الايرلي ستارت بتاعت اكتيفيتي بي. يبقى تاني عشان لو متلخبطين نرجع تاني، انا عندي اكتيفيتي ايه ابتدت ات 0 وخلصت ات 1. اكتيفيتي بي هتبتدي امتى؟ هتبتدي ات، بشوف اكتيفيتي ابتدت امتى 0 واروح اجمع عليها، هعمل لاج. اللاج قد ايه؟ عباره عن الديوريشن بتاع اكتيفيتي ايه، بجمع عليها الديوريشن بتاعت اكتيفيتي ايه ل 1 يونت اللي هي 3 ايام، فبالتالي اكتيفيتي بي هتبتدي 0 بلس 3 يبقى هتبتدي ات 3. واكتيفيتي بي بتاخد كام يوم؟ بتاخد 2 في 4 يبقى بتاخد 8 ايام، يبقى تخلص امتى ساعتها؟ تخلص في 14. تعالوا نشوف اكتيفيتي سي، اكتيفيتي سي هتبتدي امتى؟ والله اكتيفيتي بي ابتدت عند 3، واكتيفيتي بي لاول يونت بتاخد قد ايه؟ الديوريشن بتاعتها ايه بتاعت اكتيفيتي بي؟ بتاخد 2 دايز، فبالتالي 3 زائد 2 يبقى اكتيفيتي سي كان ستارت از ايرلي از داي 5. واكتيفيتي سي بتاخد كام يوم؟ برضو 8 ايام عشان هم 4 يونتس، يبقى هتخلص ات كام؟ يعني المفروض بقى تخلص 5 بلس 8 13، بس due to there is another constraint هوريه لكم حالا فهنشوف هتخلص امتى. بس حد عنده مشكله الاول مع اللاج بتاعه الايرلي الستارت تو ستارت ريليشن شيب ديت ولا لا؟ الصحراء اللي انا فيها زي طب انا هعتبر لا. طيب زي ما قلنا ان في لاج start to start، مش بس في lag start to start، كمان في lag finish to finish. ليه؟ لأن تعالوا نشوف activity A إيه علاقتها ب activity B. أنا هرجع تاني ل B ونبتدي من أول وجديد. activity A و B العلاقة ما بينهم عبارة عن إن B مش هتقدر تبتدي unless A خلصت أول unit، فشفت ال start بتاعك unit number 1 plus duration، فبالتالي ده ال start بتاع activity B. مش بس كده، كمان مربوطة ب finish to finish. يعني ايه؟ يعني انا هشوف اخر unit في A هتخلص امتى؟ تخلص عند day 12، و activity B بتاخد كام يوم اساسا؟ بتاخد يومين، فبالتالي اخر unit ل B مش هتقدر تخلص قبل كام؟ 12 زائد 2 يبقى 14. فبالتالي في lag كمان finish to finish between them both. اللاج عبارة عن إيه؟ عبارة عن الديوريشن بتاعة الأكتيفتي بتاعتي. فيبقى تاني، يبقى كل أكتيفتي مربوطة باللي بعدها إزاي؟ مربوطة باللي بعدها start to start بتاعت الأكتيفتي الأولانية start to start بلاج بتاع الديوريشن بتاعت أكتيفتي الأولانية، وfinish to finish بلاج بتاع الديوريشن بتاع الأكتيفتي التاني. وبيزيكلي ده هيبقى شكل CPM. فبالتالي ممكن نمسح كل الشغابيط دي، وبالتالي ده duration بتاع A وده duration بتاع B اللي هي الactivity الأولية، وهنا ده هيبقى duration بتاع B وده هيبقى duration بتاع C اللي هي الactivity الفالك. وaccordingly عندكم lags هتقدروا تعملوا إيه؟ تقدروا تحسبوا start من start to start relations والfinish من finish to finish relations، وaccordingly كده هتقدروا تعرفوا start والfinish times بتاعت الactivities. ممكن نرجع بقى نفهم إيه اللي كان مكتوب قبليها في summary diagrams. في summary diagrams زي ما قلنا أنا عندي start to start relation و finish to finish relation. طيب ده شكل forward و backward path، إزاي نحسب ال early start بتاعت activity B عبارة عن early start بتاعت A plus lag بتاعت start to start، ونفس الكلام لل backward path. هسيب لكم الكلام ده تبصوا عليه، و basically دي شكل ال relationship. وده السامري ديجرام. نيكست هنتكلم بقى دلوقتي على ال LOB وازاي نقدر نمثل ال relations ديت ب line of balance method. ال line of balance ده عبارة عن a technique تاني for repetitive work، وبيستخدم أكتر في ال pipeline projects وال highway projects بالذات، وممكن يستخدم في ال high rise buildings، وفي other techniques بتستخدم كمان في ال high rise buildings. طيب الفوكس بتاعه عبارة عن إيه؟ الفوكس بتاعه عبارة عن تاني crew work continuity. يعني إيه؟ يعني أنا عايز أشوف حركة crew among the different units، فبالتالي هبقى بشوف إن crew 1 بيخلص unit 1 ولما يخلصه هيتنقل لإيه؟ يشتغل هنا مثلا في unit 4. فبالتالي أنا مهم عندي إن أنا أشوف
الكرو اول ما بيخلص بيبتدي يتنقل ل another unit. فده what we call crew work continues. فالسؤال دايما بيبقى ايه، احنا واحنا بنعمل ال LOB بنبقى بندور على انا عايز اخلص الاكتيفيتي ده في وقت قد ايه. فهشوف والله انا عندي دلوقتي ده one activity واقدر استخدم maximum 3 crews وليكن، فعايز اشوف في الاخر المشروع بتاعي ده هيخلص في وقت قد ايه. فبعمل ايه، بشوف والله المشروع بتاعي ده او الاكتيفيتي بتاعتي المفروض تخلص at a certain deadline، وانا عارفه ان الاكتيفيتي ديت بتاخد 3 ايام، فبالتالي انا عرفت ان انا اول اكتيفيتي هتخلص at day 3، عايزه اخر اكتيفيتي اخر يونت تخلص at this time، وبالتالي هقدر ارسم straight line that defines اللي بنسميه ايه، بنسميه slope بتاع الاكتيفيتي. ايه هو slope بتاع الاكتيفيتي تاني؟ انا عارفه امتى عايزه اخلص الاكتيفيتي deadline، وعارفه الاكتيفيتي الاول يونت هيخلص امتى، و accordingly this angle is basically a slope بتاع الاكتيفيتي ده. فبالتالي تاني انا اقدر ايه اشوف السلوب بتاع الاكتيفيتيز. ف accordingly مثلا الاكتيفيتي A ديت سلوب بتاعها قليل، اكتيفيتي B سلوب بتاعها اكبر، معناها ان سلوب اكبر معناها انها اسرع او محمله عليها كروز اكتر. يعني ايه محمله عليها كروز اكتر؟ تعالوا نرجع لديت، لو انا عندي وليكن this is an activity و this is an activity، لو انا عندي دلوقتي ديت اول يونت اهي، ودي تاني يونت وتالت يونت ورابع يونت خامس يونت، فاللي بيحصل كرو 1 اول ما يخلص اول يونت هيتنقل ل في الاخر تالت يونت هنا، لكن هنا كرو 1 اول ما يخلص اول يونت ممكن يتنقل على طول ل تالت يونت. فبالتالي ايه اللي بيحصل، انا محتاجه هنا just two crews في تاني واحده، ادي كرو نمبر 1 وممكن احط هنا كرو نمبر 2، وبالتالي يقعدوا يتنقلوا لكل اليونتس فور ذا سيم اكتيفيتي. لكن هنا انا محتاجه 1 ومحتاجه 2 ومحتاجه 3، محتاجه 3 كروز. فبالتالي تاني انا كل ما عدد الكرو يزيد عندي كل ما معناها ايه، معناها ان انا بسرع الشغل. ليه؟ لان انا بشغل 3 كروز parallel لبعض وعمالين يتنقلوا among the different units ايه ورا بعض. فتاني انا هنا بشوف عدد الكروز اللي انا بستخدمها او عدد الكروز اللي انا اقدر ان انا استغلها، فاكوردنجلي هعرف السلوب بتاعي ايه، او العكس بيزد اون السلوب هعرف الكروز، او بيزد اون الكروز هعرف السلوب بتاعي قد ايه. فده شكل الكروز، وده زي ما قلنا هنا عندي 3 كروز وهنا 4 كروز، فعشان كده اكتيفيتي بي اسرع من اكتيفيتي ايه. في حاجه تانية برضو ممكن نلاحظها، في حاجة اسمها buffer. يعني إيه buffer؟ يعني أنا في unit number 11 in this case activity A بتخلص at time كام؟ بتخلص at time وليكن 12. activity B مش أول ما A تخلص B تبتدي على طول، لأ هسيب buffer. يعني إيه buffer؟ يعني هسيب space activity A أول ما تخلص هنستنى يوم بعد كده هبتدي activity B. فبالتالي هنا سبت buffer فين؟ سبت بافر في اخر اكتيفيتي. ليه سبت بافر في اخر سوري يونت؟ ليه سبت بافر في اخر يونت؟ عشان اخر يونت اكتيفيتي A بطيئه واكتيفيتي B اسرع، فبالتالي انا اليونتس اللي تحت كلها هتبقى البافر اكيد اكتر من يوم. اكتر مكان هيبقى ضيق او الاكتيفيتيز هتبقى ورا بعض هو ايه، هو بيزيكلي في اخر يونت، عشان كده البافر جه في اخر يونت. ونفس او عكسه بالظبط بين B و C، B و C سي أبطأ من بي، فبالتالي البفر هيبقى إيه في أول يونت، نتيجة إن سي بتمشي بريت أقل، فبالتالي سي اللي هيحصل فيها هتقعد تبعد عن بي كل ما عدد اليونت يزيد، فبالتالي أقل وقت ما بين البي والسي هيبقى في أول يونت، فبالتالي أسيب البفر فين؟ في أول يونت. ونفس الكلام بتوين سي ودي، البفر هيبقى فين؟ في أول يونت. فبالتالي أنا يعني إيه تاني بفر؟ يعني أنا لو عندي أي أكتيفيتي وليكن ديت، انا لو الاكتيفيتي اسرع، لو اكتيفيتي بي بتبتدي هنا، لو هي اسرع ده معناها انها تنترسكت مع اكتيفيتي ايه، وده طبعا ما ينفعش. لو ابطا ده معناه انها تيجي بعدها. فتالي انا بسيب البافر دايما عشان ما يحصلش انترسكشن بين الاكتيفيتيز وبعض، او اسيب سبيس بتوين ذا ديفرنت اكتيفيتيز وبعض. حد عنده اي مشكله سو فار؟ اي سؤال؟ طيب اللي فاهم يا ريت يرفع ايده.
تمام خلاص انا هعمل lower hands. المهم ان انتم متابعين وفاهمين الفكرة. فبالتالي اخر حاجة ممكن اقولها لكم هنا قبل ما نبتدي نتنقل للستيب اللي بعديها، ان احنا ازاي بنرسم بقى الدايجرام ده. فبالتالي the higher the rate of an activity the more crews are needed. activity B محتاجة crews اكتر، عشان كده الريت بتاعها ايه؟ اعلى. فبالتالي انا عايزة ازود الريت بزود الكروز، لو عايزة اقلل الريت بقلل الكروز. ال LOB basically الميثود اللي هنستخدمها هي ال what we call staggered cruise. في other methods اللي هي parallel cruise، ان ثلاثة هو cruise بيشتغلوا مع بعض، هيخلصوا ثلاثة مع بعض، يتنقلوا الثلاثة sections مع بعض، وبعد كده يتنقلوا الثلاثة اللي بعدين مع بعض. ده بنسميه ايه؟ بنسميه parallel cruise. ده ميزته وعيبه ايه؟ ميزته ان الثلاثة كروز بيشتغلوا مع بعض، يخلصوا يتنقلوا مع بعض، يخلصوا يتنقلوا مع بعض، فما زال في كرو كونتينيوتي كل حاجة، بس في الآخر أنا مش قادرة أشوف من الآخر السلوب كويس بتاع الأكتيفتي، فبالتالي الريت بتاع الأكتيفتي نفسها مش ظاهر. لكن في الستاجرد كرو أنا قادرة أشوف الريت بتاع الأكتيفتي، ونفس الكلام الحركة بتاعة كروز among the activities still واضحة زي ما شفنا قبل كده. هو ده representation اللي احنا بنستخدمه واللي احنا هنستخدمه واللي احنا شفناه so far. ساعات بيحصل إن الأكتيفتيز بتبقى ليها أو اليودتس بتبقى مختلفة، فبالتالي some activities بتبقى في differences ولو بسيطة ما بينها، فساعتها بيبقى في some differences. طبعا هنا بين differences كبيرة between the durations of the different units، فدي حاجة يعني exaggerated شوية، بس yes it may happen. بس احنا for simplicity مش هناخد خالص لو كان في different durations، واحنا ما بنتكلمش غير على لو the units are identical بالضبط. هو ده اللي احنا هنتكلم عليه في الكورس بتاعنا. طيب انا I'm going to skip this part بتاع ان احنا ازاي بنعمل LOB. انا هوريكم كام حاجة ونرجع تاني نقرأ تاني البارتس ديت، بس في الاخر خليني اقول كومنت بسيط ان احنا بنعمل ايه، بنحاول to determine the suitable crew size، وبالتالي بنعرف الريت بتاع الاكتيفيتيز ليه؟ عشان to maintain crew continuity، ودي اهم keyword هفضل طول الوقت اقولها لكم في ال LOB. طيب فاحنا اول حاجة بنعملها ايه؟ ان احنا بنشوف ازاي انتو maintain crew continuity، وهنشوف هنجيب الequation ازاي، وهن compute الdelivery بتاعت البروجكت كله، المفروض نخلص البروجكت في كام يوم، وبالتالي average delivery rate is قد ايه، وبالتالي هنcalculate قد ايه resources محتاجينها او قد ايه crews محتاجينها لكل activity، ونرسم ال LOB accordingly. طيب يعني ايه crew synchronization؟ يعني انا عايز اشوف حركة الكرو among the different units، اتكلمنا عليها كتير دلوقتي، خلاص انتو بقيتوا خبرة فيها. فاحنا بالنسبة لنا في الاكتيفتي ديت اللي هي مثلا اكتيفتي A اللي سي مثلا بتاخد 3 سي، فعرفنا ان اول يونت بياخد 3 سي، والكرو نمبر 1 يشتغل في اول يونت، فاول ما يخلص هيروح يتنقل يونت نمبر 4، فاول ما يخلص هيتنقل vertically ليونت نمبر 4. فبالتالي لو شايفين المثلث اللي احنا رسمينه ده، ده معناه ايه المثلث ده؟ ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا عندي كرو نمبر 1 اول ما يخلص. كرو نمبر 1 الهوريزونتال ديستنس دي عباره عن ايه؟ عباره عن ديوريشن بتاع الاكتيفيتي. طب والفيرتيكال ديستنس دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن النمبر اوف يونتس اللي بتشتغل او الستيب بتاعت كرو نمبر 1 قد ايه. كرو نمبر 1 بتنقل من 1 ل 4 فبيترافل ايه بلس 3 فبيعدي 3 يونتس، يعني بالتالي انا عندي النمبر اوف يونتس هنا 3، فانا عندي هنا الديوريشن 3 والنمبر اوف يونتس 4 ماينس 1 3، فانا عندي اكن الريت بتاعي ايكوال ايه؟ ايكوال 1. يعني ايه الريت؟ هو الانجل ديت. تاني يعني ايه؟ يعني انا عايزه اشوف اكني بشوف تان الانجل دي اللي هي الاوبوزيت اللي هي 3 ديفايدد باي ديوريشن اللي هي 3 ان ذس كيس، فهو ده بيزيكلي الريت. يبقى الريت النمبر اوف كروز اللي انا حطاها اللي هم 3، او الستيب النمبر اوف يونتس اللي كرو 1 بتعملها هي هياها، فانا عندي قد ايه نمبر اوف كروز 3 ديفايدد باي ديوريشن. او ممكن نقولها العكس، والله لو انا عارفه الريت عايزاه كام وعارفه الديوريشن فاقدر اجيب النمبر اوف كروز، فهي على حسب انا عايزه اجيب الريت يبقى هشوف النمبر اوف كروز اللي اي ويل اسيوم واكوردنجلي هجيب الريت، اور
I'll assume a rate وaccordingly هجيب a number of crews. فتاني ال number of crews عبارة عن إيه؟ العلاقة ما بينهم basically هي عبارة عن this rate. ممكن أوريها لكم in another way بقى. ال rate ده عبارة عن basically أهو ده ال triangle ده. هو عبارة عن distance دي 3 وال number of crews appointed 3 وهو ده basically ال rate. فالريت عبارة عن الـ opposite اللي هو number of crews على الـ adjacent اللي هو الـ duration بتاع الـ activity. وكده عرفنا العلاقة between the number of crews والـ rate. و this is another derivation برضو للـ نفس الـ equation لو عايزين نبص عليه. طيب تاني حاجة، أنا بالنسبة لي بقى المشروع كله ليه deadline. يعني إيه deadline؟ يعني المشروع كله أنا والله هعمل أول يونت اللي هي مثلا pipeline segment number one. segment number one هتاخد مني كام يوم؟ هتاخد مني 10 أيام مثلا. فده T1 ده التايم اللي فيه أنا أخلص أول يوم. طب المشروع كله بقى عبارة عن كام segment؟ عبارة عن 10 segments. ال 10 segments عايز أخلصها في كام يوم؟ عايز أخلصها في 30 يوم. يبقى الديدلاين بتاع المشروع بتاعي قد إيه؟ الديدلاين بتاع المشروع بتاعي هو 30. فتاني T1 ده time taken to do unit number one، وTL هو time taken to do the whole project. فبالتالي برضو أنا ممكن أجيب ال desired rate of delivery بقى للمشروع كله. فالمشروع كله ال rate of delivery بتاعه ال R دي عبارة عن إيه؟ والله ال opposite هي N-1 اللي هو number of units minus 1 عشان أنا متدية من 1. فأشوف ال L minus 1 عشان أجيب ال distance ديت، فهي N-1 ال opposite. والadjacent عبارة عن إيه؟ عبارة عن TL minus T1. فبالتالي كده جبت الـ rate of delivery للمشروع كله. once أنا جبت الـ rate of delivery للمشروع كله، أنا عرفت كده يبقى المشروع on average الـ rate بتاعه مفروض يبقى قد إيه. فبالتالي لو أخلي الـ rate يفضل ثابت، هقدر أحسب لكل activity هي محتاجة number of crews قد إيه. طب تعالوا نشوف الكلام ده، تعالوا نشوف example ولو بسيط. أنا عندي مثلاً in this case أنا عندي activity A. أنا ممكن نتفرج على شكل الأول ال chart وبعد كده نبتدي نحسب الحسابات بتاعتها. activity A it starts at time 0 لأول unit وبتخلص at time whatever 5 مثلاً، ولآخر unit هتبتدي هنا وتخلص at time 5. فبالتالي ده شكل activity A. ونفس الكلام activity B وراها على طول، فده شكل activity B. ونفس الكلام activity C وراها على طول، وده شكل activity C. فبالتالي حطينا A و B و C. البوينت بقى ان في ال activity وليكن D، activity D ديت ليها float. يعني ايه ليها float؟ يعني activity D ممكن تبتدي، هي it depends on A، فممكن تبتدي just after A وتشتغل parallel A، هتبقى ديت تبقى activity D. وبالتالي كل اليونتس يبقى لها فلوت، ففي فلوت بعديها. or ممكن تشتغل في الليت ديتس بتاعتها، فبالتالي تبتدي just قبل سي وتبقى هي دي اكتيفيتي دي. or ان انا اخد الفلوت into account واعمل لها ريلاكسيشن، وهو ده اللي احنا عاملينه هنا بالظبط. يعني ايه؟ يعني شفت اول يونت مفروض تبتدي امتى وحطيته، وشفت آخر يونت لازم تخلص قبل إمتى وحطيته، وأكوردنجلي وصلتهم ببعض وشفت المينيمم سلوب لأكتيفتي دي قد إيه. فبالتالي أحمل على أكتيفتي دي أقل عدد من الريسورسز بوسيبل نتيجة إن أنا عملت ريلاكسيشن للأكتيفتي دي بيزد أون إيه؟ إنها ليها فلوت. فهو ده بيزيكلي اللي إحنا بنعمله في النون كريتيكال أكتيفتيز، إن إحنا نحاول ناخد الفلوت إنتو أكاونت. فبالتالي now the rate of delivery بتاع أي activity عبارة عن إيه؟ عبارة عن نفس الـ equation بالضبط، بس الـ rate هزود عليه كمان الـ total float. ليه بزود الـ total float؟ لأن أنا الـ denominator ما بقاش بس عبارة عن الـ TL minus T1. يعني تعالوا نشوف الـ activity دي، activity دي هتخلص هنا، ده الـ T1 بتاعها up to this point. طب عايز أخلصها إمتى؟ هنا هوت. فبالتالي TL ده deadline بتاعت activity دي عايزة تخلص هنا. فبالتالي الفرق ده ما بينهم distance دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الفرق بين TL و T1 plus total float بتاعت activity دي. فtherefore أنا I'm adding كمان total float.
و accordingly هقدر أحسب based on إن أنا جبت الريت بتاع الدليفري بتاع الأكتيفيتي و based on إن أنا عارفة الديوريشن بتاع الأكتيفيتي فأحسب لكل أكتيفيتي number of crews طلع لي 1.1 crew مفيش حاجة اسمها 1.1 crew فبالتالي هعمل إيه؟ هعمل rounding up هعمل إيه 1.1 crew ديت هقربها ل 2 crews فبالتالي activity أحمل عليها 2 crews و accordingly الريت بتاع الاكتيفيتي هتغير فحط الاكتشوال نمبر اوف كروز اللي احطه اللي هو 2 على وات ايفر عدد الديوريشن از فبالتالي هجيب الاكتشوال ار بقى الريت الحقيقي بتاع الاكتيفيتي هخليه كام وده شكل ايه الاكزامبل للسكادجول عاده بحب ان احنا لما ارسم ال او بي عشان ما ارسمش اكتيفيتيز فوق بعض والدنيا تبقى غلسه ومش شايفاها كويس عاده برسم فوق الاكس اكسس الكريتيكال اكتيفيتيز عشان اكيد مش هيحصل اوفرلابنج ما بينهم وتحتي أرسم الـ non-critical activities فبالتالي أبقى شايفة عاملة لهم relaxation a day. بس anyway let's skip بقى ده كله تعالوا يلا نعمل example بسيط نحل فيه وده procedure احنا already قلناه ان احنا هنعمل CPM لـ 1 unit فهجيب كده هو الـ T1 وهجيب الـ total flow بتاع كل الـ activities و according لحسب الـ rate بتاع المشروع والريت بتاع كل الاكتيفيتيز based on ان زودت عليه التوتال فلوت و according احسب لكل اكتيفيتي number of crews وهعمل لها rounding up عشان اجيب number of actual crews وبالتالي هطلع الريت الاكتشوال بتاع كل اكتيفيتي وتعالوا ناخد a case study وليكن عندي list of 6 activities عبارة عن ايه ان انا الاول ده عبارة عن ايه ده عبارة عن pipeline project فأنا في أول segment بعمل إيه؟ بعمل location وclearing بعد كده excavation بعد كده string piping lay piping pressure testing وbackfilling فthese are basically our activities وعندي durations بتاعت الactivities والعلاقات ما بين وعندي كام segment أنا عندي 10 kilometers وكل segment عبارة عن 1 kilometer فبالتالي ديت الactivities اللي موجودة لإيه؟ ل 1 kilometer ل 1 segment ل 1 unit فأنا عندي ال N number of units equals 10 البروجكت ديدلاين 40 فانا عايز اخلص المشروع بتاعي كله في 40 يوم و I'm assuming a one day buffer between the different activities وهنشوف هنعملها ازاي دلوقتي اول حاجه بعملها بعمل basic CPM للايه لل1 unit ديت فهنعمل basic CPM وده شكل CPM فعرفت ان الاكتيفيتيز سوري 1 unit دي هتخلص في كام يوم تخلص في 15 days فده معناها ان T1 بتساوي كام T1 بتساوي 15 days مش بس كده عرفت ايه الاكتيفيتيز كريتيكال والايه نون كريتيكال فبالتالي التوتال فلو بتاعه اكتيفيتي 1 و2 و4 و5 و6 0 لان دول كلهم كريتيكال اكتيفيتيز الوحيده النون كريتيكال هي اكتيفيتي 3 اللي فيها قد ايه فلوت فيها فلوت 2 days فأنا كده كمان عرفت التوتال فلوت بتاع الديفرنت اكتيفيتيز واكوردنجلي هبتدي اعمل ايه هبتدي احسب الريت بتاع كل الاكتيفيتيز انا اوريدي عندي الان عندي 10 يونت عارفه تي ال which is 40 عارفه تي 1 which is 15 وعارفه التوتال فلوت بتاع كل الاكتيفيتيز واكوردنجلي هقدر اعمل ايه هقدر احسب الريت فالريت واضح ان هو عبارة عن 9 divided by 25 plus whatever the total float is بتاع الactivity وaccordingly هنحسبه لباقي الactivities ونحسب منه number of crews والactual number of crews والactual delivery rate يلا بينا نحسبهم عندي الactivities عندنا durations بتاعتها وحسبنا floats من ايه من الـ CPM نبتدي نحسب الريتس والريتس بتاعت الاكتيفيتيز as we can see عبارة عن ايه 9 على 25 زائد 0 فهتطلع 0.36 ليهم كلهم لكل critical activities النون critical الوحيدة اللي هتبقى مختلفة ليه عشان فيه float next هبتدي اعمل ايه هضرب الريت في الديوريشن عشان اشوف محتاجة عدد crews قد ايه وده شكل number of crews اللي محتاجين كل activity وبعديها مفيش حاجة اسمها 0.36 crew فهقرب دايما اعمل راوندنج ايه راوند اب فبالتالي حتى اكتيفيتي 2 اللي محتاجه 1.08 كرو هعمل راوندنج اب فبالتالي هديها 2 كروز فاكوردنجلي هعمل راوندنج اب لعدد الكروز لكل الاكتيفيتيز وكده عرفت كده انا حملت قد ايه كرو لكل اكتيفيتي واكوردنجلي ده معناها ان الريت اتغير والريت عباره عن بقى النمبر اوف كروز اللي اكشلي حملتهم على الاكتيفيتي
divided by the duration بتاع الactivity و this is the final rate of each activity. Once إن أنا عرفت final rate أنا ممكن دلوقتي أروح أرسم على طول ال LOB لو عايزة or أبتدي أحسب حسابات عشان أشوف هرسمها إزاي. أنا هوريكم هنحسبها إزاي بس بحس إن أسهل لكم دايما to visualize it إزاي. يعني أنا بحب أرسم وأنا بحسب عشان بيبقى أسهل بكتير أوي. فتعالوا نبتدي بأكتيفيتي 1. أنا هرسم فوق هنا. أكتيفيتي 1 هتبتدي عند يونت نمبر 1. أنا قلنا عندنا كم يونت؟ عندنا 10 يونتس. فدي أكتيفيتي 1 ودي أكتيفيتي 10. أكتيفيتي نمبر 1 هتبتدي الأول يونت at time. أكيد 0 عشان هتبتدي أول ما ينفع أبتدي المشروع. طيب وأكتيفيتي نمبر 1 الديوريشن بتاعتها كم؟ الديوريشن بتاعتها 1 day. فبالتالي هتخلص at 1 لأول يونت. فبالتالي الـ end بتاعت الـ first unit عبارة عن إيه؟ start بتاعت first unit plus 1 يبقى هتبقى 1. طيب عايز أشوف بقى آخر unit هتبتدي إمتى؟ والله أنا قلت إن أول unit هتبتدي at 0 وده بيبقى شكل الـ parallelogram. فهي هتبتدي إمتى؟ هي basically هتبتدي عند، خليني أعمل بلون تاني، فهي هشوف قد إيه عندي الـ rate وأنا عندي هنا n minus 1 فبالتالي هعرف قد إيه الـ distance دي. يبقى تالي أنا عارفة إن الـ rate ده عبارة عن إيه الـ r ديت بتبقى عبارة عن n minus 1 divided by الـ distance ديت وليكن t أهي divided by t. فالـ t عبارة عن n minus 1 divided by الـ r وأنا عندي الـ n minus 1 اللي هي كام؟ اللي هي 10 ناقص 1 اللي هي 9 divided by الـ r اللي هي in this case كامل rate بتاعت activity 1 واحد يبقى 9 على 1 يبقى أنا عرفت إن time هياخدني قد إيه 9 أيام. فبالتالي activity A unit number 1 هتبتدي at 9 وduration is 10 يبقى أخلص at 10 duration is 1 sorry يبقى أخلص at 10. حد عنده مشكلة so far؟ اللي عنده مشكلة يرفع إيده. طيب كويس جدا. طيب تعالوا نتنقل لي تاني activity. أنا فوت البارت ده وهرجع لكم تاني. إحنا قلنا في أول activity أنا هرسمها تاني عشان ما ننسيش إحنا كنا رسمينها إزاي. أول activity ابتدت عند 0 وخلصت عند 1 وآخر unit ابتدت عند 9 وخلصت عند 10. تاني activity بقى activity number 2. Activity number 2 depends on activity 1 فبالتالي هيبقى فيه buffer ما بينها. The question is البفر هيبقى فين؟ والله على حسب الريت بتاعت الاكتيفيتي. يعني ايه الكلام ده؟ والله لو activity B أبطأ من activity A فعمل البفر في الآخر لأن هي أبطأ فبالتالي مش هيحصل intersection ما بينهم فبالتالي هيبقى شكلها كده مثلا. لكن لو هي أسرع منها يبقى هعمل البفر في آخر activity عشان هي سريعة فبالتالي هعمل buffer في الآخر. فأنا لازم أقرر buffer هيبقى في start unit ولا first unit. ليه؟ عشان في الآخر two different activities ما يخبطوش في بعض ما يحصلش overlap ما بينهم. لأن لو ابتديته في نفس الوقت وكان activity B أسرع هي overlap مع A وده طبعا ما ينفعش. ف therefore يبقى هعمل buffer كنت مع آخر activity. حد عنده مشكلة في الconcept ده؟ فبالتالي هنعمل ايه؟ هبتدي اشوف والله activity 2 الريت بتاعها 0.67 activity 1 الريت بتاعها 1 فواضح ان 2 ابطأ من 1 ف therefore يبقى البافر هيبقى first unit لان هي ابطأ فبالتالي يبقى اول unit هي هتبقى اقرب unit يعني اول unit في activity 2 هتبقى اقرب حاجة لأول unit في activity 1 ف accordingly هبتدي من اول unit. أول يونت هتبتدي إمتى؟ والله البافر بتاعي 1 day لو أنا خلصت يونت نمبر 1 لأكتيفتي 1 at day 1 يبقى هبتدي هنا at day 2 وأكتيفتي 2 بتاخد 3 days يبقى هتخلص at day كام؟ 5 يبقى أنا عملت يونت 1 لأكتيفتي نمبر 2. حد عنده مشكلة؟ Let's hope إن محدش رفع إيده ده معناها إن ما عندكوش مشكلة. هبتدي أشوف آخر يونت هتبتدي إمتى؟
والله انا عندي الريت بتاع الاكتيفيتي، لو انا عندي الريت وعارفه النمبر اوف يونتس، فبالتالي هقدر اعرف الديستنس دي قد ايه. الديستنس دي عباره عن ايه؟ عباره عن ال n minus 1 divided by الريت. فال n minus 1 9 والريت 0.67 وزائد الاثنين ديت، يبقى الاقي ان انا هبتدي at 15.5 وياخد 5 أيام، يبقى هنخلص إمتى؟ سوري، هياخد 3 أيام، يبقى هنخلص إمتى؟ 18.5. وده شكل activity number 2. يبقى هو دايماً بعمل إيه؟ يبقى أنا من الآخر بشوف البفر فين. البفر لو في الأول، يبقى هشوف activity القبلية خلصت إمتى وأجمع البفر، وأكوردنجلي هشوف اليونت دي هتبتدي إمتى واجمع عليها الديوريشن عشان اشوف هخلص اليونت دي. طيب اللاست يونت هجيبها ازاي؟ والله هشوف الفيرست يونت ابتدت امتى واجمع عليها الهوريزونتال ديستنس. الهوريزونتال ديستنس دي عباره عن ايه؟ من الجيومتري، عباره عن n minus 1 over r over r sorry. فكده عرفت ايه؟ كده عرفت الهوريزونتال ديستنس قد ايه. لو عرفت الهوريزونتال ديستنس، يبقى عرفت اول يونت اخر يونت هتبتدي امتى، واجمع عليها duration واجيب اخر يونت هتخلص امتى. طيب لو فاهمين تعالوا نشوف اليونت اللي بعدها. اليونت اللي بعدها activity sorry اللي بعدها تانية، خليني ارسم الactivities. ادي activity 1 ابتدت 0 1 وهتخلص 9 10، واكتيفيتي 2 هتبتدي هنا هو تقولنا في 2 وهتاخد 3 days يبقى تخلص في 5، وخلصت هنا في 15.5 3 days يبقى 18.5. وده كان شكل unit number 2. طب تعالوا نشوف unit number 3. السؤال الأولاني، unit number 3 بتعتمد على unit number 2؟ لا، بتعتمد على unit number 1. ليه؟ لأن unit number 3 في الآخر هي دي unit ال عندها float. طيب فبتعتمد على unit number 1، فبالتالي هبتدي أقارنها بunit number 1. unit number 1 الريت بتاعها 1 unit 3 الريت بتاعها 1، فالاثنين parallel لبعض. فسنس الاثنين الريت بتاعهم ثابت، فمش هتفرق نحط float في الأول أو في الآخر. تعالوا نقول إن احنا نحطه في الأول زي ما احنا بنعمل. فأنا هبتدي أرسم activity A، activity 3. طب لو هنبتدي نرسم activity 3 دلوقتي، هنقول والله activity 3 أول unit هتبتدي إمتى؟ هشوف activity 1 خلصت امتى؟ خلصت at time 1، فبالتالي activity 3 ممكن تبتدي 1 plus البفر، يبقى هتبتدي هي كمان at 2. حلو قوي. وبتاخد كام يوم؟ بتاخد يوم واحد، يبقى هتخلص at 3، يبقى هتخلص هنا at 3. طيب واكتيفيتي A activity 3 sorry ال last unit هتبتدي امتى؟ والله اول unit ابتدت عند 2، يبقى اخر يونت هتبتدي عند 2 زائد horizontal distance. horizontal distance عباره عن ايه؟ عباره عن n minus 1 over r، يبقى عباره عن 9، يبقى 9 زائد 2 يبقى 11، يبقى انا هبتدي يونت الاخيره at time 11. ويبقى ده شكل ال parallelogram، وهاخد يوم يبقى اخلص at time 12، وده شكل ال parallelogram بتاع activity 2. حد عنده مشكله so far؟ طب لو ما عندناش مشكلة تعالوا نتنقل للي بعدها، activity number 4. أنا هرسم بس 3 عشان أنا مش هنبقى محتاجين نشوف حاجة تانية غير 3 دلوقتي. وده شكل وليكن 3 ده كان بيبتدي at 2 to 5، و 15.5 ل 18.5 ده كان 3. تعالوا نعمل 4. 4 depends on 3 و 2، فبالتالي هشوف مين فيهم هيبقى more critical، اللي هي activity 2 اللي هي critical، فهقارن activity 4 بactivity وليكن number 2 عشان هي critical، فبالتالي هلاقي ان 4 أبطأ. يعني ايه أبطأ؟ يعني البفر هيبقى في start unit. أبطأ يعني هتمشي بريت
فبالتالي البفر هيبقى في اول يونت. فلو البفر في اول يونت هشوف الاكتيفيتي قبلها خلصت امتى، خلصت عند 5 اجمع عليها البفر، يبقى الاكتيفيتي ديت هتبتدي امتى، هتبتدي عند 6. وديوريشن قد ايه بتاعت يونت 4؟ ديوريشن 4 ايام، يبقى هتخلص عند 10. وده اول يونت. طب اخر يونت هبتديها عند 6 زائد وات ايفر الهوريزونتال ديستنس قد ايه. الهوريزونتال ديستنس عباره عن ايه؟ ان ماينس 1 اوفر ار، اللي هي 9 على نص، اللي هي 18. يبقى هجمع 18، يبقى هبتدي عند 18 زائد 6، يبقى هبتدي عند 24 اخر يونت. وهتاخد كام يوم؟ هتاخد 4 ايام، يبقى تخلص عند 28. ويبقى ده شكل الباراليلوجرام بتاعنا. حد عنده اي مشكله؟ وفاينلي اخر حاجه نشوف، لا مش اخر حاجه، لسه قبل الاخير. ماشي، يونت نمبر 5، 16 24 28، حطهم بس 16 24 28. تعالوا نشوف يونت نمبر 5. يونت نمبر 5 بتعتمد على 4، يبقى قارن 5 ب 4. 5 الريت بتاعها 1 و4 الريت بتاعها 0.5. واضح ان 5 اسرع من 4، فلو هو اسرع يبقى معناها البافر المره دي هيبقى فين؟ هيبقى في اخر يونت. فبالتالي هبتدي من فوق، هشوف فوق اخر يونت خلصت امتى؟ خلصت عند 28. يبقى اخر يونت في الاكتيفيتي ديت هتبتدي عند ايه؟ 28 زائد البافر، يبقى هتبتدي عند 29. فهبتدي انا بايه؟ باللاست يونت دلوقتي. ابتديت عند 29، والديوريشن قد ايه بتاعت الاكتيفيتي؟ از 1 داي، يبقى هيخلص امتى؟ هيخلص عند 30. يبقى عرفت كده اخر يونت ابتدت وخلصت امتى. عايزه اشوف بقى اول يونت هتبتدي وتخلص امتى. فبالتالي الستارت تايم بتاعت الفيرست يونت عباره عن ايه؟ ال 29 دي ناقص المره دي الهوريزونتال ديستنس. الهوريزونتال ديستنس عباره عن كام؟ عباره عن n minus 1 over ال r، يبقى ناقص 9. يبقى 29 ناقص 9، يبقى انا هبتدي اول يونت في تايم 20 سوري، وهاخد 1 day، يبقى خلص at 21. يبقى ده شكل الparallelogram بتاع activity B. حد عنده مشكلة؟ بتاع activity 5. طيب finally آخر activity اللي هي activity 6. نرسم activity اللي قبلها بس عشان تبقوا شايفينها. واحنا قلنا هنا كان ايه؟ 29 صح؟ او 29 30. وفاينلي اكتيفيتي 6 هقارنها بالاكتيفيتي اللي قبلها، هلاقي ابطا منها، فبالتالي البافر هيبقى في اول اكتيفيتي في اول يونت. فبالتالي اول يونت هتبتدي 21 بلس 1 يبقى 22، وديوريشن 2 دايز، يبقى خلصها في ايه؟ في 24. ويبقى 22 بلس هوريزونتال ديستنس عشان اجيب اخر يونت، ف22 زائد الديستنس دي اللي هي عبارة عن 9 على نص، يبقى عبارة عن 18. يبقى خلص هنا عند أول يونت تبتدي عند 40، وبتاخد 2 days، يبقى تخلص عند 42. يبقى ده شكل الparallelogram بتاعت يونت بتاعت activity number 6. وهكذا ده شكل LOB زي ما انتوا شفتوا. ممكن نرسمهم فوق بعض زي ما احنا شفنا، أو ممكن نيجي ونقول والله الأكتيفيتي ديت عشان هي كانت نون كريتيكال فمش هرسمها كده، هرسمها تحت الأكس أكسس، يعني أرسم فوق بس الكريتيكال أكتيفيتيز وتحت أرسم النون كريتيكال أكتيفيتيز. So this is basically the idea. أنا دلوقتي هقفل الريكوردينج، ولو حد عنده أي سؤال يرفع إيده بعد إذنه. Recording stopped. حد عنده أي سؤال؟ طب أنا هallow you to unmute، اللي عايز يعمل unmuting ويتكلم يرفع إيده ويتكلم براحته. طب هل معنى كده إن أنتوا فاهمين؟ اللي فاهم يرفع إيده. طيب